الله النهارده معانا فيديو فينيشنج للأبر فيرست بريمولر. بالنسبه للأبر فيرست بريمولر بتاعنا، خطوات الفينيشنج بتاعتنا هي زي خطوات الفينيشنج بتاعت باقي الاسنان، فمطلوب مننا نركز جدا في الخطوات بتاعت الفينيشنج بتاعتنا. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض كده نحدد الاسطح الاول. اول خطوه دايما في الفينيشنج بتاع اي سنه بوستيريور لازم تحدد الاسطح. طيب هنحدد الاسطح ازاي؟ هتيجي تبص على السنه من الجنب، في خط موجود بعد 2 مللي من السيرفايكال لاين، يبقى ده السيرفايكال ريدج، يبقى ده البكل، في ظهره اللينجوال. طيب السنه بتاعتي الاثنين كونتاكت اريا قصاد بعض بالظبط، عندي سلوب طويل وسلوب قصير. الاسلوب الطويل هو الميزيال اسلوب، يبقى ده الميزيال والسطح ده الديستال. تمام، اول خطوه من خطوات الفينشنج ان احنا بنعمل حاجه اسمها بكل ريدج. احنا بنعمل بكر ريدج ده ازاي؟ حاجه ناحيه البكر كده، واخد خط من الكاسبيتال لحد السيرفايكال ريدج، خط من الكاسبيتال دي لحد السيرفايكال ريدج دي كده. بص كده، ركز معايا، ركز معايا كده، خط من البكر كاسبيتال لحد السيرفايكال ريدج كده. بعد كده هروح مدفي النايف بتاعتي. طب لما ادفي النايف هعمل ايه؟ هروح مدفي النايف واخد خط هنا كده وخط هنا كده، تمام، او لير من هنا كده ولير من هنا كده، وانا مايل النايف لبره. بص كده، ادي النايف بتاعتها هي، تمام، مايل النايف لبره كده، من هنا كده بره لبره كده اهوت، ومن هنا كده بره، زي ما كنا بنعمل الريج بتاع مين؟ الريج بتاع الكمان، اللي هي الريج في الكمان، بس هنا احنا عندنا بكر اسبكت، يبقى عندنا بكر ريج. بالراحه كده، مش حمايل قوي، يا دوبك هعدل النايف بتاعتي. بعد ما اعدل النايف بتاعتي اروح واخد حبة خفيفة خالص كده لبره، تمام؟ طيب بعدها نفس الكلام بالنسبة للجزئية دي، تمام؟ بعدين هعمل راونديشن للسيرفايكال ريدج، ظهر النايف كده. الخطوة دي مش أساسية، مش عاوز تعملها، ممكن ما تعملهاش، تمام؟ طيب راونديشن خفيف ظهر النايف كده للسيرفايكال ريدج، تمام؟ زي ما قلت لك بكر ريدج، تمام، ممكن تعمله، وما تعملش سيرفايكال ريدج زي ما انا عملته كده، مفيش مشكله خالص، هقول لك على طريقه ثانيه. طيب بعد الخطوه دي، بعد الخطوه دي هبدا بالراحه، لو في اكسس واكس سايلت معانا كده، ساحت معانا بزياده، بالكارفر وابدا انضفه بالراحه كده. اهو نضفت من هنا، هبدا انضف من هنا. شايف انا بنضف ازاي؟ بص كده، الكارفر بتاعي مميل شويه وببتدي اتحرك، فلما اتحرك بتلاقيه نضف لك السطح بتاعك وخلى البكر ريدج واضح. شايف كده الحته العاليه دي؟ الحته العاليه دي هنا كده، دي البكر ريدج. اوكي، بعد كده اعدي على الاليفيشن اللي هو السيرفايكال ريدج، اعمل له راونديشن هو كمان. بعد الخطوه دي هنعمل خطوه جديده اسمها خطوه اللينجوال كونفرجنس. يبقى احفظ معايا كده، اول خطوه هنا هي البكر ريدج، بعد خطوه البكر ريدج هنشتغل خطوه مين؟ اللينجوال كونفرجنس. هاجي على اللينجوال اسبكت عند الحته العاليه دي بالظبط، تمام، هسيب 1 مللي من بره احط نقطه، 1 مللي من بره واحط نقطه، تمام، عادي من بره، من هنا سبت 1 مللي حطيت نقطه، وسبت 1 مللي وحطيت نقطه. هبدا انزل على الروت بتاعي استريت طوالي من هنا، وكمان استريت طوالي من هنا كده. بعد ما نزلت استريت طوالي هبدا اطلع اخد 1 مللي من الاوكلوزال كده، 1 مللي بس من الاوكلوزال. شايف طلعت من اللينجوال، اخدت 1 مللي من الاوكلوزال من هنا كده. نفس الكلام بالنسبه للجنب الثاني، 1 مللي من الاوكلوزال وانزل من هنا كده، تمام. طيب بعد كده، بعد ما خدت الواحد مللي ده والواحد مللي ده، هبدا اقطع الجزئيه دي من فوق كده. وقفت على الخط ده من فوق وقطعت كده. طيب ليه انا عملت الجزئيه دي؟ عشان اخلي الاوكلوزال بتاعي شكله ايه؟ شكله هيكساجونال. بيبقى عندي ادي ضلعين، وادي ضلعين، وادي الضلع الخامس والسادس. طب بعد ما عملت الجزئيه دي، انا بص كده قطعت من هنا، قطعت من هنا كده، وقطعت من هنا كده، اهو هبدا اساوي من اول الخط ده لحد قريب الميد لاين بالراحه، وكل الكونتاكت اريا معاك اهو، شيل الكونتاكت اريا معاك، تمام. بعدين نفس الكلام الجنب الثاني، من قريب الميد لاين من هنا لحد الخط بتاع الواحد مللي، واشيل الكونتاكت اريا معاك، تمام كده. بص دلوقتي على الكلوزر بتاعي بقى شكله عامل ازاي، الكلوزر بتاعي بقى شكله هيكسجون. اوكي، بعد الخطوه دي هنعمل حاجه اسمها شيب اند سايز. يعني ايه شيب اند سايز؟ هبدا اعمل راونديشن للسنه بتاعتي كلها واشيل كل الخطوط الموجوده عليه، اعمل لها راونديشن كل الشارب انجلز اللي موجوده
نشيلها معانا. كل الشارب انجلز الموجودة عندك دي ابدأ شيلها، وشيل كل الخطوط الموجودة، متسيبش اي خطوط خالص. اوكي ظبط الروت ايبكس برضو ما سيبهاش عريضه، طب انصب عيني كده وابدا اساوي على الروت ايبكس من هنا، اساوي برضو على الروت ايبكس بتاعتي من هنا. اوكي بعد الخطوه دي هبدا اعمل خطوه السيرفايكال لاين، تمام هبدا اعمل خطوه السيرفايكال لاين. ركز معايا كده، السيرفايكال لاين بتاعي نص دايره في البوكل، ادي البوكل عامل فيه نص دايره هنا كده، نص دايره في البوكل، وقصاده في اللينجوال كمان بالظبط، قصاده في اللينجوال نص دايره. بعدين اروح اشوف الاسلوب الطويل، الاسلوب الطويل هنا هو الميزيال اسلوب، ادي الاسلوب الطويل هو الميزيال، هاخده كونكيف 1 مللي كده تمام. طيب والديستال بتاعنا، الديستال بتاعك بيبقى ستريت. طيب بعد كده هبدأ أشيل لير خفيفة من تحت الخط كده، أهو أقف بالتب بتاع الكارفر بتاعي على الخط وأشيل لير خفيفة خالص عليه من هنا كده. ركز معايا كده، شلت لير من تحت الخط بتاعي. بعد الخطوة دي أنا هعمل خطوة اسمها polishing and roundation، تمام ركز معايا كويس جدا. الخطوه اللي جايه هعمل حاجه اسمها polishing and roundation. اوكي بص معايا كده الشراب بتاعي، وابدا اعمل polishing للسنه بتاعتي كلها. امسك الشراب بتاعي كويس تمام، واخلي الروت بتاعي فوق والكراون ناحيتي، وابدأ ألف بالشراب بتاعي على السنة كلها، كل ما حتة تتوسخ من الشراب أبدأ أجيب جزئية جديدة. بولشنج بولشنج وأمشي على السنة بتاعتي كلها. بعد ما عملت البولشنج ده اجيب حته نظيفه من الشراب كده وابدا اعمل راونديشن، تمام هبدا اعمل راونديشن كده، كراون برضو من الجنبين، ادي الكراون بتاعي من الجنبين عشان اظبط شكل البكلوزر بتاعي، ابدا اعمل له بولشنج كده. اوكي نضف السنه بتاعتي كويس قوي من التبريدي عشان ابدا اعمل الاوكلوزر بتاعي. هذا شكل السنة بعد البولشنج، تمام شكل السنة بعد البولشنج. هذا اللينجوال اسبكت طبعا، هذا الميزيال اسبكت لانه كونكيف، وهذا البوكل اسبكت، وبعد كده عندي ده الدست. ركز معايا بقى في خطوات الاوكلوزل، هبدأ على الاوكلوزل بتاعي. اول خطوة من خطوات الاوكلوزل ان انا اول خطوة من خطوات الاوكلوزل ان انا اعمل ايه، هحدد المارجنال ريجز، هسيب 1 مللي من الجنب ده كده من بره كده، واخد خط في النص كده الميزيال مارجنال ريج من هنا، نفس الكلام اسيب 1 مللي برضو واخد خط ووصل ما بينهم الاثنين بميد لاين، يبقى عملت حرف اتش كده. اوكي ركز معايا، ده البقل الصباع الكبير بتاع ايدي الشمال عليه، الصباع الكبير بتاع ايدي الشمال عليه تمام. لو ركزت كده هتلاقي نفسك مقسم الاوكلوزال بتاعك كام جزء، 4 اجزاء، 1 2 3 4. انا بشيل دايما انهي، مش بشيل القريب من ايدي اليمين، بشيل اللي جوه، شايف كده ايدي الشمال اهي بسميها ايدي السبت تمام، ايدي الشمال اهي بشيل او بسميها ايدي السبت، بشيل دايما الاجزاء القريبه منها، يعني الجزء ده اللي اتشال الاول ومعاه الجزء ده. ركز كده هاف، مش على البقل من بره، مش على البقل، ادي البقل اهو مش عليه من بره من هنا، لا على الاوكلوزال من فوق، من فوق من هنا كده على الاوكلوزال تمام. ركز معايا كده، بص كده ركز معايا، ادي الجزئيه دي. بص انا همسك الكارفر ازاي، ماسكه الكارفر اهي
تمام، الثلاث صوابع دول، صباعك ده قدام الكرسي، صباعك اللي في النص قدام الكرسي اهو. وتبدأ تضغط. هضغط اشيل 3 لير من هنا، 1 2 3، وانا بشيل التب بتاع الكارفر مش بره خالص، التب بتاع الكارفر مش بره خالص اهي، لا ده جوه كده، وبضغط بيها انزل كده. تمام، طيب الجزئيه اللي في وشها برضو 3 لير، 1 2 3. يبقى انا تاني اعمل اللي انا عملته، حطيت صباعي على البقل، صباعي الكبير على البقل، وصباعي على اللينجو. تمام، مش هشيل دي الاول، لا هشيل اللي جوه دي كده. واضغط اشيل 3 لاير من هنا و3 لاير من اللي في وشها، وانا بشيل الكارفر بتاعي بيبقى مكفي لقدام. شايف الكارفر نايم ازاي على الواكس؟ بص كده من هنا، بص كده الكارفر بتاعي نايم على الواكس ازاي، اهو وينزل لحد النص. طيب انا شلت النص الاول كده من السنه، عشان اشيل النص التاني لازم الف السنه، اجيب اللينجوال على صباعي بقى الكبير، وبنفس الطريقه احط التب بتاع الكارفر هنا كده. معذرة، ما تبقاش التب بتاع الكارفر بره، لا تبقى واقفه على حد الخط بتاع المارجنال ريدج، وابدا اشيل 3 ليه، 1 2 3. اوكي، بعد ما شلت الثلاثه لير دولت هروح اشيل برضو الجزئيه اللي في وشها، 1 2 3. اوكي بص كده معايا، بقى معايا كاسب بوكل ومعايا كاسب لينجو. عشان ارجع انضف برجع اعيد من الاول، بس المره دي بشيل لير واحده وبشيل لير تقيله شويه، انا اضغط واشيل اوصل على حد النص كده الجزئيه الاولى. يبقى اشيل دي ولا دي الاول؟ لا اللي جوه الاول اهي، واعدل الكرفر عليها واروح ضاغط كده. تمام، واللي في وشها برده نفس الكلام، اعدل الكرفر عليها واروح ضاغط كده. تمام، بعدين اروح امسك اللينجوال واشيل النصين التانيين، يبقى دايما بشيل النصين الناحية جوه كده. تمام كده، ادي الاوكلوزال بتاعي، نضفت الاوكلوزال بتاعي، نضفنا الاوكلوزال بتاعنا. طيب بيقول لك بقى ان احنا لما بنيجي نبص على اللينجوال كاسب، اللينجوال كاسب بتاعنا بيبقى اقصر من البكر كاسب. طب هنقصره ازاي؟ كمان بيبقى مش اقصر بس، لا ده بيبقى متاثر ورايح ناحيه الميزيان. يبقى انا عاوز الكاسب تب دي، عاوز الكاسب تب دي كده، ركز معايا، عاوز الكاسب تب دي تترحل كده شويه، يبقى هقف اشيل منها منين؟ انا عاوزها تيجي الناحيه دي، عاوزها تيجي ناحيتي كده، صح؟ تيجي الناحيه دي، يبقى هشيل منها من ناحيه هناك عشان ارحلها الناحيه دي، هروح واقف وشايل لير تقيله شويه منها. اوكي اهي، بحيث لما اجي ابص على الكاسبات، بص كده على الكاسبات هتلاقي ان الباك الكاسب اطول، الباك الكاسب اطول، وتيجي تبص من هنا هتلاقي اللينجوال كاسب متشفت ميزيال والباك الكاسب متشفت ديستال. طيب كده انا خلصت الاليفيشنز بتاعتي، هبدا اشتغل على الديبريشنز. الديبريشنز اللي موجوده في الاوكلوزال ايه؟ عندنا 2 ترينجلر في الساي، واحده ميزيال واحده ديستال. بص كده بالتب بتاعت التب بتاعت النايف، ادي المارجنال ريدج اهي، مش عاوز اكسر منها حاجه، يا دوبك عاوز ادخل جنبها واخد كده مثلث صغير اهو. تمام، بالتب بتاعت مين؟ بالتب بتاعت النايف كده. وبعدين الناحيه الثانيه برضه نفس الكلام، هدخل جنب المارجنال ريدج، جنب المارجنال ريدج كده اهو، ادي المارجنال ريدج جنبها على طول، واروح واخد حته صغيره كده اللي هو اسمها تراينجلر فوس. طيب بعدين هعمل السنترال جروف بالراحه خالص كده، بالتب بتاع الكارفر وبين الكاسبين، ادي كاسب وادي كاسب، ادي كاسب وادي كاسب، هاجي ما بينهم الاثنين كده واعمل السنترال جروف اهو. تمام، بعدين هعمل الكولاترال جروفز اللي انا بعملها دي، اسمها كولاترال جروفز كده. اوكي، اسمها ايه؟ كولاترال جروفز، من هنا ومن هنا برضه. تمام، ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي لانها حته مهمه جدا. اوكي، هاجي على ناحيه الميزيال واعمل حاجه اسمها الميزيال مارجنال مومنتال جروف. اعرف الميزيال ازاي؟ من السيرفايكال لاين، يكون كيف ده ميزيال من الاسلوب الطويل ناحيه البقل هو الميزي في النص كده، او في نص المارجنال ريدج، اروح نازل بخط اسمه ميزيال مارجنال مومنتال جروف، انزل بخط من الاوكلوزال كده اهو، نزل من الاوكلوزال على ناحيه مين؟ على ناحيه الميزي لحد حوالي نص الكراون كده، اسمه ميزيال مارجنال مومنتال جروف. بعدين اقف انضف الواكس بتاعي من المكان اللي انا كسرته ده اهو. تمام معايا كده، عاوز الزوم يتظبط عليها عشان انت تشوفها كويس وتشوفها بالتفصيل. ادي الميزيال مارجنال دوجمنتال، ادي شكل الاوكلوزال بتاعي. تمام، لو خدت بالك هتلاقي الديستال سايد ده شكله كونفكس، والميزيال سايد بسبب وجود الجروف ده بيبقى شكله كونكيف شويه. اوكي،
بالنسبة بقى للجزئية بتاعة الروت، بالنسبة للجزئية بتاعة الروت ركز معايا، تمام؟ هنيجي على الروت بتاعنا ناحية الميزيال، فأنا عندي نص الروت بيبقى مفصول والنص التاني لأ، بيبقى الروت رانك بتاعنا هنا نص الروت، فهقيس نص الروت اللي هو حوالي 7 مللي من الروت وأحط نقطة، تمام؟ ده ناحية الميزيال. طب ناحية الديستال الروت رانك بيبقى التلتين، تلتين وأحط نقطة، تلتين من السيرفايكال لاين، فابتدي من السيرفايكال لاين من هنا كده تلتين وحط نقطة، اوكي؟ طيب بعد كده هاجي على الروت ايبكس من تحت، ادي الروت ايبكس بتاعتي، من بره سيب 2 مللي وحط نقطة، من بره من هنا سيب 2 مللي وخش جوه وحط نقطة كده، بعدين هوصل ده كونكيف كده وده كونكيف كده، تمام؟ نفس الكلام هنا ناحية الميزيال، هوصل ده كونكيف كده وده هو كمان كونكيف كده، اوكي؟ يبقى دي الروت رانك ناحية الميزيال بيبقى حوالي نص روت، وناحية الديستال بيبقى الروت رانك حوالي تلتين الروت. هبدأ أفصل، أفصل طبعا بالكارفر، وأنا بفصل بالكارفر هخلي بالي بحيث ما سيحش بزيادة. طب هفصل مين الأول؟ هروح أفصل الديستال الأول، لازم أفصل الديستال الأول، ركز معايا كده، أروح قالب البلوك بتاعي أهو وأقلب السنة بتاعتي، أوكي؟ السنة بتاعتي وبالحتة الرفيعة برضو من الكارفر، بحد الكارفر ده اهو، بالحد ده من الكارفر، واروح واقف وادخل في النص كده اهو، ركز معايا، ادخل في النص كده، بعد ما ادخل في النص احاول بالراحة ازيح الجزئية دي واهز السنة بتاعتي بحيث لو في اي وجز يروح نازل بره، اروح اكمل على ناحية الميزيان، ادي ناحية الميزيال بس بالراحة انا بسيح ناحية الميزيال عشان ما سيحش من الديستال كتير، ركز معايا كده، ادي ناحية الميزيال بالراحة بالكارفر بتاعي برضه بحتة رفيعة من الكارفر واروح اسيح عليها كده، تمام؟ خد بالك انا بسيحها ازاي، اهي تمام، بهز برضو السنة بحيث لو في أي وكس سايح ينزل، يبقى الجزء هنا المفصول يا دوبك تلت الروت، هو ناحية الديستال يا دوبك تلت الروت بس المفصول، وناحية الميزيال نص الروت مفصول، تمام؟ بالكارفر بتاعي وأبدأ أشيل الوكس اللي في النص ده، ركز معايا كده، أهو هبدأ أشيل الوكس اللي في النص ده، هنا كده. لما الوكس بيكون دافي شويه عاوزك تخلي بالك ما تضغطش عليه قوي عشان ما يتكسرش منك، اوكي؟ اهو ركز معايا كده، نضف ما بين التو روتس كده، تمام؟ ونضف على كل الوكس بتاعي، امسح برضو الخطوط الموجودة هنا، ممكن برضو تأثر اللينجوري روت بتاعك حوالي نص أو واحد مللي كده لأنه بيبقى أقصر، تمام؟ بص كده، بص معايا، أبدأ برضو أنضف بالراحة خالص كده وأبدأ أعمل الكاركترستيك فيتشر بتاع الروت. ناحية الميزيال زي ما كان فيه في الكراون ديفلوبمنتال جروف هيبقى فيه في الروت ديفلوبمنتال ديبريشن، تمام؟ يبقى شكله مستطيل شوية ويبقى طالع واخد حتة من الكراون، بنسمي الحتة اللي متاخدة من الكراون دي بنسميها كناين فوسا، اوكي؟ واضح معايا؟ خلينا نظبط شكل الكناين فوسا أكتر، يبقى فيه جروف في البداية هنا في بداية بايفركيشن، بعدين الجروف ده بينتهى والديبريشن هو اللي بيكمل، تمام كده؟ الشراب بتاعي برضو همشي الشراب بتاعي على خفيف، الشراب بتاعي همشي على خفيف كده، اخد الشراب ما بين صباعين الاتنين واحطه نص الروت يعمل لي
بولشنج كده للجزئية دي. أعمل بولشنج برضو للكلوزر بتاعي كده. باقي لي بقى حبة الدبري دي، وإن أنا شايك على السيرفايكال لاين بالتاب بتاع الكفر، بشايك على السيرفايكال لاين عشان أشيل كل الدبري الموجودة فيه. تمام. بعدين هاجي لو عندي أي بيرفيم أو كحول، ولمع السنة بتاعتي. ممكن في حاجة كمان اسمها زيت برتقال. الزيت البرتقال ده بتجيبه من عند أي عطار، تمام، بيروالك على السنة بتاعتك، بتبل منديل كده وتروح تمسح بيه السنة. هحط حبة برفيم على السنة بتاعتي، تمام، من الأوكلوزر يعني مخصوص. اوكي، خليني حتة منديل كده وابدأ ماشي على السنة. ادي الاكلوزر بتاع السنة بتاعتي، تمام. ادي البنكل، تمام. ادي الديستال، وادي اللينجوال، وادي الميسي. كل الدبري طبعا بتتشال، وتحط السنة بتاعتك في منديل بيطلع شكلها كويس جدا، تمام. ده شكل السنة بتاعتي بعد ما خلصت كل الخطوات. شكل الروت بتاعي هو كمان. اوكي، كده انا كنت معاكم يا شباب، اشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.